وفي نفس الوقت احنا مهرجان بيهتم جدا جدا بالقضيه الفلسطينيه، بيهتم جدا بالانسانيه، مهرجان ضد التطبيع. احنا مهرجان عمره ما هيعمل فيلم اسرائيلي او مخرج اسرائيلي. واعتقد ان اللي حصل بعد كده والكلام اللي اثار في الاعلام والمطالبه بسحب التكريم والكلام ده احنا يعني انتبهنا ليه كويس قوي. ما طنشناش الموضوع، درسناه كويس واجتمعنا كلجنه استشاريه ونزلنا بيان وقلنا ان احنا نجتمع بعد 4 ايام بعد ما ندرس الموضوع، وطلع اشاعات كتير جدا وكلام كتير جدا في الاعلام. وطبعا الكلام ده كان يعني في الوقت ده انا تواصلت مع كلود بلوش وحكيت له بصراحه عن الدوشه اللي حصلت في مصر، ووصلنا لاتفاق تضامني بين الطرفين. يمكن من الافضل ان هو ما يجيش عشان ما يتسببش الموقف او ما يتعرضش لموقف محرج. واعتقد ان كان في اتجاه كبير كمان جوه اللجنه الاستشاريه، بالرغم ان كان في لسه نقاش في الموضوع ولم يتم حسم الامر ان احنا نحضر بيان التنويه عن ده، لكن الحقيقه الموضوع ما احتاجش الى بيان لان هو من نفسه الراجل تفهم الوضع وتفهم ان هو من الافضل او قرر ان هو من الافضل ان هو عدم حضور او ان هو ما يعرضش المهرجان او يعرض نفسه لاي موقف محرج. وحسينا ان الموضوع اتقفل على كده ومش محتاج ان احنا نتكلم فيه اكتر من كده، بالرغم ان ممكن يكون في بيان نشر ما اعرفش بقى نشر منين او اتسرب او اي حاجه. البيان ده الحقيقه ما اعتقدش ان ليه اي لازمه، لان احنا موقف المهرجان الرسمي ان هو ولا طلع بيان تاني ولا الغى التكريم ولا اي حاجه، لان الموضوع قلنا من تلقاء نفسه. فبالتالي ما فيش داعي ان احنا نقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، ما فيش داعي ان احنا نقعد نسال في الموضوع ده كتير. انا طبعا برحب باي سؤال، لكن اتمنى ان يكون سؤال يعني بيخليني اضطر اعيد او يعني اضيع وقت الحضور بتكرار كلام اتقال قبل كده. عايز اكرر تاني، مهرجان القاهره السينمائي مهرجان انا ارفض ان هو يسيس او ان هو ياخد في اتجاه يبقى محور الاهتمام عنه على السياسه بعيدا عن السينما. احنا مهرجان سينمائي، لما بنكرم حد بنكرم حد بناء على قيمته السينمائيه، واتمنى ان احنا يعني نتكلم عن السينما ونتكلم عن الافلام ونتكلم عن الفعاليات.